معانا مراسلنا من هناك زميلنا العزيز كريم احمد، نتعرف منه على اخر الاجواء في جنوب افريقيا. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون يوم موفق لعيبه النادي الاهلي. اقدر اقول لك كابتن ايمن يعني الاستعدادات انتهت، واللعيبه الحقيقه الفتره اللي فاتت من خلال تواجدنا هنا على مدار الخمس ايام تركيز كان اكثر من رائع، تدريبات تحضير كان جيد جدا من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. واضح الجديه والحماس اللي اللاعبين في التدريبات، ينقصنا ان شاء الله باذن الله الاداره الفنيه من خارج الخطوط لبيتسو موسيماني وتوفيق اللاعبين في ارضيه الملعب. يمكن احنا كابتن ايمن خلاص لحظات بسيطه جدا النهارده اقدر اقول لك المسحه الثانيه لعيبه النادي الاهلي الخاصه بسفر الى قطر. احنا يمكن خلاص اجرينا المسحه الاولى الحمد لله نتيجتها كانت سلبيه الخاصه بها الكاف، لكن النهارده هي مسحه خاصه بسفر قبل توجه اللاعبين الى ملعب لوكاس موريبي اللي هيستقبل هذه المباراه. برنامج الفريق النهارده كعادته طبعا صباحا بيكون فطار 11 صباحا هي وجبه غداء، محاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه، ثم سيتوجه الفريق مباشره الى ملعب المباراه. الاجواء مطمئنه الحمد لله، كل اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا. الكابتن الخطيب ودوره الكبير ودوره المميز وكلماته الرائعه مع فريق النادي الاهلي الحقيقه يمكن اجتمع بيهم واكد على اهميه المباراه واكد على الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي والرغبه المتجدده والطموح الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي منتظر ال10 وال11 وال12، ده امر مشروع لكل اللاعبين، لكن عليكم دور كبير وعليكم مسؤوليه كبيره جدا. دي امر مهم جدا كنا حابين ان احنا نتكلم عليه مع الكابتن محمود الخطيب ودوره الكبير، بوجود ايضا كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل. للحقيقه بيقوموا بدور كبير جدا لتوفير المناخ الطيب والمميز جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. عايز اكد طبعا اكيد على التشكيل المتوقع بقى كابتن ايمن حتى هذه اللحظه، يمكن كل جاهز الحمد لله، لكن النهارده ممكن نقول من خلال الرؤيه ومن خلال الاحداث اللي كانت في التدريبات الماضيه اقدر اقول لك النهارده في تركايه بقى كده في التشكيل ممكن نستفيد بيها بشكل كبير جدا ان لو بتطبق بطريقه صحيحه. النهارده يمكن اقدر اقول لك الشناوي في حراسه المرمى محمد هاني، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ايمن اشرف، امامهم رامي ربيع، امامهم السوليه وديانج، على الاطراف طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشه، وفي الامام محمد شريف. ممكن يبقى التشكيل مختلف شويه لكن الراجل مقسم بشكل كبير من خلال رؤيتنا للتدريبات الماضيه، لكن ممكن يبقى في اي متغيرات، لكن حتى هذه اللحظه هذا التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي. ينقصنا ان شاء الله كل التوفيق، وكالعاده كابتن ايمن بقى من خلالك هنكون متواجدين في ملعب المباراه، تشكيل كل الامور الاجواء الخاصه بملعب لوكاس موريبي، وان شاء الله عقب هذه المباراه يكون لنا فرحه مع لعيبه النادي الاهلي للتاهل للادوار القادمه. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم.